أكيد شعور عظيم، ويعني بنشمي من نشام الوطن، وقدموا مباراة ما شاء الله عليها تليق بسمعة النشامة، وإن شاء الله نتأمل إن شاء الله أنه الكاس يكون من نصيب منتخب النشامة. والله الأجواء، شوف أنا كوني رياضي يعني أنا في البداية كنت متوقع إن شاء الله يعني فوز النشامة، بس لكل مباراة لها ظروفها، وهذا اللي كان مخوفني في البداية، ويعني والحمد لله يعني بس بلشت المباراة والنشامة بلشوا بالهجوم ارتحت شوي، ولما اجى هدف يزن ما فرحة لا توصف اكيد يعني من جميع الموجودين، واكيد انا واحد منهم يعني. شعور كبير يعني، شعور والد وتعب على ابنه لما وصل لهالمرحلة هذه، والابن ما قصر وبيض وجه ابوه وبيض وجه كمان الوطن. شارك بالواعدين الأمير علي على دور المرحوم الله يرحمه محمود الجوهري، وأخذوا بطولة وإجى الجوهري وكرمهم وحكاله، وهو بكرم بيزن وزميل له مصعب القرمي الملقب القرمي، قال له إن شاء الله هذا جيل المستقبل، وكان للجوهري نظرة ثاقبة يعني. شعور أي أم، وهذا طبعا توفيق من الله ورضا الوالدين الحمد لله. يزن هو صغير مرضي ودمه خفيف وكل الصفات الحلوة فيه. أنا الحمد لله فضل من الله، كل مباراة قسما بالله طبعا بصلي وبستدعي لرب العالمين، وصورة البقرة كاملة قبل ما يبلش عشان الحفظ، أهم شيء أنه ربنا يحفظه من الإصابات. نوي الأجواء كلنا طبعا، كلنا حتى جدته قامت كلنا، والله الحمد لله شعور لا يوصف. ركعت لربي ركعتين الحمد لله، سجدت سجدتين شكر لله. امسكه ادرسه وما بدوش، بحكي ماما انا بدي العب بحب الفوتبول بحب، فاخر اشي تركته يعني خلاص شو بدي اسوي، هيك موهبته. كنت اتحاوش انا وابوه في البدايه بدي اياه يدرس، ابوه شجع على الرياضه وانا احكي له خليه يدرس احسن، بحكي لي احمد لا هذا بشوفه نجم، بكرة بتشوفيه والله غير يصير نجم. سبحان الله صار نجم، وما شاء الله تبارك الرحمن عليه الله يحميه. أول شيء بحب أشكرهم على المجهود اللي قدموه، يعني مجهود ما حدا كان متوقع منهم إنهم يوصلوا لهان، يعني الكل كان مرشح، ما كان مرشحين إنهم يوصلوا حتى ممكن ربع النهائي نقول، بس أنا أول متفائلين فيهم، كنت متفائل لأني أنا بعرف يزن من صغير، يعني أنا من وأنا صغير مع يزن لأنه هو الأقرب مني من إخواني عمرا، بعرف يزن شو بده شو طموح، وبعرف يزن بس بده إشي كيف بيجيبه يزن، وطبعا أكيد مجهود مش فردي يعني مجهود جماعي طبعا مع زملائه. يعني يزن هاي البطولة كانت إله غير ما بدي إياها، يعني هو كان بده إياها وإن شاء الله إنه بحققها البطولة، يعني هاي كانت الأهم بالنسبة ليزن، وأنا أتوقع إن شاء الله إنه تكون هاي يعني نقلة تاريخية باسم يزن بإذن الله، وراح يحرز جائزة أفضل لاعب بإذن الله. يزن أعطى دافع لكل الشعب الأردني، لكل الشباب الأردن وبالأخص مدينة سحاب، يعني صار في شباب كثير راحت على نادي سحاب وتجرب وبدها تلعب وصار في عندها شغف، فهذا لحاله تأثير على شباب سحاب، فما بالك أخوه يعني أقرب الناس إله. الأولاد أجوني وشالوني رفعوني، المسات فرحوا فيي وحكوا لي مبروك، شعور لا يتصف. وبقولوا لي مبروك وشو فرحوني، يعني كثير فرحوني. كنت أدعي ليزن إنه يجيب جول، ويدعي المنتخب إنهم يفوزوا وبالبطولة.